شكل المحافظون ركيزة الأساسية الهوية العراقية. ولله جنود السماوات والأرض انطلقوا الشباب وجاهدوا ودافعوا وناضلوا من أجل الحفاظ على أرض الوطن. المحافظون أولاً عن فتوى سماحة السيد السيستاني، ثانيا المحافظون عن تاريخ وأرض البلد، ثالثا المحافظون على مبادئنا ووحدتنا ونسيجنا الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم وشكرا لحضوركم من هذه المعاناة ومن معاناة رحم العراقيين. انطلق حزب المحافظون، إن شاء الله سيكون نواة، جزء من النواة لبناء عراق جديد ديمقراطي موحد إن شاء الله. اليوم تم التصويت على حزب المحافظون والذي هو حزب فتي، تم تسجيله في دائرة الأحزاب والكيانات السياسية، وتم التصويت اليوم من قبل الجماهير على أعضاء الحزب، إضافة إلى انتخاب الأمين العام وبحضور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حيث بعد هذا المؤتمر سيكون هناك عدة مؤتمرات من قبل الجماهير والتنسيقيات وفتح مكاتب في المحافظات للخوض في الانتخابات المقبلة في 6 حزيران 2021 كما هو مقرر. إن شاء الله تعالى نعدكم أن حزب المحافظون سيكون من الأحزاب الوطنية إن شاء الله التي تسعى جاهدة تحت قبة البرلمان من أجل تمثيل الشعب العراقي خير التمثيل والتصويت على القوانين المعطلة التي تصب في مصلحة ورفاهية الشعب العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. أي تكتل أو أي حزب ينبثق الآن في هذه المرحلة هو أكيد لتعزيز وتغيير الواقع المتردي السياسي بشكل عام والاجتماعي والاقتصادي على وجه العراق بشكل عام. نتمنى ونرتئي أن تكون جميع قلوب الناخبين مع اختيار المرشحين الذين يمثلونهم ويجدون فيه الصمة السياسية لاختيارهم وتمثيلهم في قبة البرلمان. نأمل أن يكون خيرا بها، يعني تدرون أنت كثير من الأحزاب وعدت في كلام ماذا لم تصدق به، ولكن نحن نأمل الخير من هذه الكيانات السياسية. أن بنوا على حق فهو حق، وأن بنوا على باطل فهو باطل. مثل ما قال جناب سماحة الشيخ وائل الشمري، قال نحن نسعى إلى الشباب، التنمية الشباب وإلى الخير وإلى مساعدة العراق إذا صح التعبير. فإذا نحن نأمل من جهود سعاة الخير ماذا للعراق. فتشوف العراق، عراق مضطرب، عراق جريح، يعاني من الفقر، يعاني من المجاعة، الكاسح الأكبر لا يستطيع الكاسح الأصغر وكذلك. ولكن نأمل أن يكون هناك تعاون وأنصح ضمائرهم، هذا للتاريخ يعني، وأنصح الضمان يكون هناك تعاون لالتفات العراق، لأن العراق يعاني ما يعاني.